وأصدر مجلس الدولة الصيني مبادئ توجيهية جديدة بشأن هضمات الرعاية الصحية للمسنين، وبموجب الخطة ستخفض الصين سهولة الوصول إلى الأسواق من قبل خدمات التمريض المنزلي، وتشجع المزيد من الاستثمارات الخاصة بهذا المجال، ما يهدف لفتح سوق رعاية المسنين بالكامل بحلول عام 2020. تدعو المبادئ التوجيهية إلى تحسين مرافق التمريض وتشجيع الابتكار، كما تحث الشركات الرعاية الصحية على إضافة الخدمات المالية لطرق عملها. هذا وقالت السلطات إن انتهاج السياسات الجديدة والاستثمار في رعاية المسنين ستساعد في تحسين الرعاية المهنية في الصين.